je produis, complète avec le mot correct, imma, car, ou ensuite. Un كملوا هذه الجملة بالكلمة المناسبة. إما car اللي كتعني لكي أو ensuite اللي كتعني بعد ذلك. سونيا joue avec son félin en peluche. Ensuite, elle le range dans le coffre. Et on va ensuite. Et le معنى ديالها Sonia تلعب مع قطها المحشو بالصوف. هذوك القطط اللي كيكونوا معمرين بالصوف. بحال داك النونوس داير بحال النونوس ولكن هو الشكل ديال قط قط معمر بالصوف. elle le range dans le coffre ملي لعبت معاه شنو دات جمعاتو حطاتو في ديك بحال القفيفه اللي دايره بحال الناموسيه ديال الدري الصغير. اذا شنو اللي صالح لنا واش كار لان ولا اونسويت؟ ما كاينش لان ما نقولوش لان هي لعبت مع القط ديالها ولا ولان جمعاته ما صحيحاش. اذا اللي صحيحه هي اونسويت وبعد ذلك جمعاته دارته في ديك القفيف. ندوزو للسؤال الثاني. كومبليت افيك نكملوا هذه الجمله بور هي بحال كار لكي فا ذهب بارفان هو العطر. Zubida va en ville. Zubida mchat l'mdina. Pour bash acheter bash tchri un parfum. Zubida mchat l'mdina bash tchri un parfum. Pour acheter un parfum. نشوفوا لا ديكتي عاد رجعوا السؤال الثالث. ما ديكتي اكري سو كو تو ديكت طون انسينيون كتب داكشي اللي فتح عليك الاستاذ. غادي يفتح عليك هادو تان او بان او ران او كان او لان. ان تران هاد الكلمات تاهما عرفتيهم عليك. Un train, قطار, lundi, اثنين, un lapin, أرنب, impossible, مستحيل, impossible, chacun, يعني كل واحد, chacun, plein, يعني ممتلئ, عامر, plein, complète avec pour va parfum. Alishna Zubida gna va en ville pour acheter un parfum. Zusatlaza écrit correctement les mots entre parenthèses. Oktub bishakl sahih al kalimat li bayna qawsayn. Nkemmlouhom. Anis sort pour acheter. C'est un verbe du premier groupe qui s'élève ER. Ou l'ennao qui est mort pour, mais qui s'arrache. Anis sort pour acheter. Qui s'élève ER. Anis kharège bêche ishri. Un parfum être. Safia. Safia ouvre. Ftet. La porte, تحت الباب, pour, باش, parler, salib, e, r. Un verbe premier groupe, ديال المجموعة الأولى, هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى. Parler, باش تهضر, à, mina, تحت الباب, باش تهضر مع, mina.
L'un de vivre ensemble, évitant tout danger. L'aïch le mouchtarak, évitant tout danger. L'inatafada al-akhtara kullaha. هنا كتلاحظوا الصورة الأولى، هنا أربعة ديال الصور. مشيو ركزوا على الصورة الأولى، شنو كيتضح لكم فيها؟ كيتضح طفل ناعس كما الأغلبية ديالكم كيدير، ومخلي طابلات ديالو كتشارجا. واش هاد التصرف صحيح ولا خطأ؟ طبيعة الحال هذا تصرف خاطئ، لأن ممكن أن وناعس ما يحش ان الشارجر هذا يطرطق وتشعل. العافيه كما وقعوا الحوادث مجموعه من المدن المغربيه بهذه الحاله. سيت ان انفون كي دور، دري ناعس، اون ليسون، وخلى لو شارجور دو سا تابليت، هاد الشارجور ديال الطابليت ديالو برونشي، يعني ممكن يسخن، خصوصا لو كان ماشي شارجر دوريجين ممكن يسخن ويطرطق وتشعل. العافية. هنا شنو كنلاحظو؟ ستا نيكولي، واحد التلميذ باس كيدوز سيغ لا كلوتيغ دو ليكول، كينقز من الصور ديال المدرسة، ممكن تلك رجلو ولا شي حاجة ويتهرس. إذا هنا كاين خطورة على الدري. هنا الصورة الثالثة شنو كنلاحظوا فيها؟ سي ان انفون، هذا تلميذ، هذا طفل، عفوا هذا الطفل شنو كيدير؟ كيلعب بدي زاليمات، كيلعب بهذا الوقيت. شنو الخطر اللي كاين؟ هو ان ممكن تشعل العافيه في الاتات ديال الدار بلا ما ينتبه. الصوره اللي هنا هادي ستين في كيدور، بنت ناسا، اون ليسون، شنو خلات لا فونيتر اوفيرت، خلات الشارج محلول، ممكن ان تمراض، ممكن ان يجيها ذهاب وغطات ولا هادي باش يتنقز من الشرجم، يعني كاين خطورة. اذا هادو مجموعة من الاخطار اللي خصنا نتفاداوها. انتهى.